ألوانه وتصميمه جسدوا هدفه، جمع بين الظلام والشفافية، وده اداله حرية في تعدد استخداماته. تقدر تقول عليه الأسود والأبيض، يشعرك بالدفء في ظلامه والانتعاش في شفافيته. الحكاية دي هي حكاية عطر كيلفن كلاين مان. أهلا بيكم في حكاية عطر، معاكم عمر نبيل. النهاردة بحكي حكاية كيلفن كلاين مان. اللي عجبني في عطر كيلفن كلاين مان إن هو أطلق العنان للرجل ومعمول لتعددية الاستخدامات، وإن هو ما يبقاش متاخد في جانب واحد، وده كان السر بتاعه في التصميم والتوليفة بتاعت العطر ده. العطر ده رائحته ذكورية مرنة، وبتجمع ما بين النقيدين الأسود والأبيض. اللي أنا حسيته أو اللي أنا استشعرته إن البرفيومر لما جت عملت العطر ده هي كانت عايزة تخليه لكل الأماكن، يعني ما يبقاش لحاجة محددة، لكل الأماكن، لكل الأوقات، لكل اللبس. وده إن شاء الله اللي أنا هحاول إن أنا أقرب لكم يعني من وصف الريحة اللي هنشرحها النهاردة والمكونات بتاعت القطر ده. بس قبل أي حاجة، ياريت اللي ما عملش لايك للحلقة يعمل لايك، وياريت ندوس سبسكرايب عشان الفترة اللي جاية هيبقى فيه فيديوهات كتير. وحابب طبعا إن أنا أشكر شركة أمورني لأن هي الراعي الرسمي للحلقة ديت. القطر اللي انا بتكلم عنه النهارده هيكون متوفر في المقر الرئيسي بتاعهم، التستر بتاعه موجود هناك. لو عجبك وصف الريحه اللي انا بشرحها وبقولها، تقدر كمان ان انت كمان تروح وتجربه. ولو حابب ان انت تجيبه اونلاين فهو هيكون متوفر على الويب سايت بتاعهم. يلا بينا نخش على مكونات قطر كيلفن كلاين مان. القطر ده تم اصداره عام 2007 من دار امريكيه اسمها كيلفن كلاين، واللي وقعت القطر ده هي العطاره ان جوتليب. نخش على مكونات القطر. تعالوا كده نجرب سوا ايه هي الريحه اللي بتوصل لنا في الاوبننج. لما بنيجي بنرش القطر، يعني اكتر حاجه بتظهر في الاوبننج هي ريحه اوراق البنفسج. وريحه اوراق البنفسج دي اللي مش عارفها هي ريحه بتستخدم في مساحيق التجميل، بتبقى ريحه بودريه خضراء. خليني اقف عند النوتة دي شوية، لان النوتة دي هي هنا بتكون هي اللاعب الرئيسي في العطر ده. يعني النوتة دي على الرغم ان هي موجودة في الاوبننج، لكن واضح كده ان العطارة لما جت عملت العطر ركزت على النوتة دي، فالنوتة دي بتفضل مستمرة معانا في التدرج بتاع العطر. مع الرائحة بتاعت اوراق البنفسج بتجد هنا برضو رائحة جميلة جدا عشبية، وهي رائحة الروزماري. رائحة عشبية اندمجت مع ورق البنفسج، يعني عاملة ريحة في منتهى الجمال مع اللمحات حمضية خفيفة تكاد تكون لا تذكر من البرجموت واليوسفي. هي دي أكتر حاجة بتوصلك في افتتاحية القطر ده، هي رائحة بتاعت أوراق البنفسج مع لمسات من الروزماري. بيتدرج معايا القطر وبنخش على مكونات قلب القطر. بس خد بالك برضو ما زالت الريحه اللي هي بتاعت ورق البنفسج اللي جايه في الاوبننج هنا مكمله. تدرج بعد كده بتلاقي بقى في قلب القطر ورق اللورا وجوز الطيب مع لمسات نعناع خفيفه. طيب ريحه ورق اللورا برضو اللي مش عارفها هي بتكون ريحه قريبه جدا من ريحه الزعتر، وطبعا جوز الطيب بتدي كده ايه ريحه سبايسي، فبيتحول هنا معاك القطر الى عطر تابلي. وبنخش بعد كده في البيز نوت اللي هي قاعدة العطر، بنلاقي بقى نوتات زي البخور والصندل والمسك والعنبر. البخور هنا بقى مدي شياكة في العطر، يعني بتحس كده ان انت شامم ريحة يعني فيها نوع من انواع الشياكة، الدفء. وطبعا خشب الصندل هنا مخلي العطر سوفت ناعم كده كريمي، والمسك طبعا بيعمل نظافة مع العنبر. طيب حد يجي يسألني يقول لي ايه هي الريحة اللي بتوصلك يعني في النهاية لما بتيجي بقى بترش العطر ده، ويبدأ ان هو بقى ياخد وقته كده ومكوناته كلها تندمج مع بعض، فبتلاقي ان هي ريحة وودي سبايسي، سكرية، حاجة في منتهى الجمال وشيك جدا. يمكن المكونات اللي موجودة في العطر تحس كده ان في كده مكونات داركنس، يعني بتديك دفء، ومكونات لايت خفيفه،
وده يمكن هنا اللي انا يعني كنت قلته ان هو جمع ما بين الابيض والاسود، الظلام والشفافيه. طيب يبقى خلينا نركز كده مع بعض. اللاعب الرئيسي للناس اللي هي بتحب النوتات اللي هي زي ورق البنفسج والروائح التابليه العشبيه، العطر ده هيبقى اختيار في منتهى الجمال. التصنيف بكل بساطه عطر تقول عليه، تقدر تقول عليه عطر تابلي خشبي مع لمسه سكريه خفيفه جدا. هو ده باختصار الريحه اللي بتوصلك من عطر كيلفن كلاين مان. وطبعا الاخشاب اللي هي موجوده في القاعده بتاعه العطر ده مخليه ان التصنيف بتاعه متاخد برضو للجانب الخشبي بنسبه كبيره. يبقى هنا عندنا الاخشاب مع السبايسز التوابل مع اللاعب الرئيسي اللي هي ورق البنفسج. طيب السن المناسب اللي يصلح ليه العطر ده من 25 وانت طالع. بصراحه يعني انا اللي عاجبني في العطر ده اكتر حاجه ان هو عطر مارن وجوكر. ما قدرتش ان انا يعني اخده في جانب محدد او حته معينه. الجو المناسب انا بشوف ان هو خريفي ربيعي اكتر حاجه، ويمشي جدا برضو في الشتاء والصيف متعدد الاستخدامات. الاماكن يمشي شغل، يمشي اماكن مفتوحه للرياضه، يمشي يعني هو حرفيا هو عطر جوكر، ما تقدرش ان انت ايه تحصره في حاجه معينه. اللبس المناسب الكاجوال السيمي فورمال والفورمال، يعني ممكن يمشي على فكره معاك على بدله جدا لو انت في مكان عمل رسمي هيقضي الغرض، لو انت خارج كاجوال هيقضي الغرض. ف بصراحه عجبني الفلكسبيليتي والحرفيه اللي اتعملت ان هو فعلا جمع ما بين النقيضين علشان يديك مرونه في تعدد الاستخدام. نيجي للتقييمات بتاعتنا. الديزاين انا هديله 9 من 10. كان نفسي اديله 10 من 10 بس انا هقول لكم هو قل ليه، يعني ريتنج قل واحد ليه. الازازه شيك جدا بتيجي اهي بالمنظر ده، يعني الاطار عجبني قوي، الالوان بتاعتها روعه، الاسود مع الجوانب الشفافه يعني حاجه في منتهى الجمال. وادي الاوتومايزر اهو زي ما حضراتكم شايفين توزيعه للبرفان جميل جدا. لكن انا بالنسبه لي هو قل بوينت لان التملك كان بالنسبه لي ممكن يكون فيه صعوبه لبعض الناس، يعني انا شايف ان الكنترول على الازازه ممكن يكون فيه بعض الصعوبه، ولكن هي شيك جدا في الديزاين. نخش على جمال الرائحه. جمال الرائحه على المستوى الشخصي هي ريحه عجبتني جدا رغم ان هي بسيطه ومش معقده. انا هديها 8 من 10. العطر يعني ريحته حلوه، يعني اللي عجبني ان فيها مرونه متعدده. والجمهور لما انا دخلت قريت كومنتس وشفت تعليقات الناس وارائهم هم مدينه 7 من 10، لكن انا على المستوى الشخصي بصراحه ريحه عجبتني جدا، فانا تقييمي الشخصي ليها هيكون 8 من 10. ثبات العطر، ثبات العطر انا هديله 7 من 10. هو بيقعد على الجلد يعني حوالي يعني من ساعه لساعه وربع، تمام. وعلى الجلد اداؤه بصراحه ما كانش حلو معايا، لكن على الهدوم بيقعد من 8 ل 9 ساعات. فالثبات هيكون 7 من 10. وده طبعا باعتبار ان التركيز بتاعه اوضه توليت، فيعني الثبات هيكون من متوسط الى جيد. فوحان العطر بصراحه هو هنا يمكن هو نقطه الضعف بتاعه العطر ده. انا هديله 6 من 10. على الرغم ان العطر ده يعني فيه مميزات كتيره جدا تشفع له ان هو يكون عطر جميل، على بس هو يعني الفواحان بصراحه هو يعني التقييم قل هنا شويه لان الفواحان بتاعه مش قد كده بصراحه. الفواحان بيقعد حوالي يعني ساعه الا ربع، وبيكون للناس القريبين منك جدا، فهو عطر مش هيضرب في كل مكان وهينتشر وهيسمع بشكل صاخب، لا هو فواحانه لايت خفيف. وخلوا بالكم هو في ناس اصلا بتحب وبتميل اكتر لان الفوحان يبقى هادي، ما تحبش ان الفوحان يكون مزعج. لكن انا هنا بقيم الدرجه بتاعه الفوحان نفسها. دي ممكن تكون كويسه لبعض الناس وممكن تكون لا، في ناس بتحب الفوحان اللي هو القوي جدا. ف الفوحان هياخد 6 من 10. اجمالي تقييمي لعطر كيلفن كلاين مان هيكون 7 من 10. عطر
ريحته في منتهى الجمال بالنسبه لي، متعدد الاستخدام. ما يعني هو فعلا عطر جوكر تقدر تستخدمه على اي لبس، اي مكان، رائحه خشبيه تابليه. ودي كانت نهايه حكايه عطر كالفين كلاين مان. بشكركم جدا، ويعني وبشكر كل واحد يعني على الدعم اللي هو بيقدمه للبرنامج بالتفاعلات ولايكس وكومنتس، واستنوني في حلقة جديدة مع ريفيو جديد. سلام عليكم.